طيب، بعد هذا ذكرنا أن القارئ قبل أن يبدأ بالقراءة يستعيذ، يقول أعوذ ألتجئ وأعتصم بالله لا بغيره من الشيطان خرج عن طاعة الله الرجيم. لماذا سمي بهذا الاسم بالرجيم؟ لأنه يرجم يرمي بني آدم من وجهين، بالشبهات والشهوات. فعندما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لأنه يرجم بني آدم، فتستعيذ بالله لا بغيره، والاستعاذة هنا بغير الله شرك أكبر. يرجم بني آدم من طريقين، شبهات وشهوات. الشهوات صغائر وكبائر، والشبهات بدعة والشرك، والشرك أكبر وأصغر. أو سمي بالرجيم لأنه طرد من رحمة الله، مرجوم أي مطرود من رحمة الله، وصح الجمع بين القولين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم تقول بسم الله، تبسمل الآن. بسم الله هنا جار ومجرور. الجار والمجرور يقول العلماء رحمهم الله تعالى في اللغة العربية أن الإنسان لا يستطيع أن يقول بالقلم ويسكت، في المسجد ويسكت، صحيح؟ نعم، على الكرسي ويسكت. لابد هناك متعلق، يقول كتبت بالقلم، جلست في المجلس، في المسجد أو على الكرسي، صحيح؟ هنا بسم الله الرحمن الرحيم، الجار والمجرور في بسم الله متعلق بفعل، محذوف متأخر مناسب، متعلق بفعل محذوف متأخر مناسب. متعلق بفعل يعني هذه الجملة بسم الله الرحمن الرحيم جملة فعلية لا اسمية. لماذا جعلناها جملة فعلية ولم نجعلها جملة اسمية؟ لأن الجملة الفعلية تدل على التجدد والحدوث. يقول هذا بسم الله أقرأ القرآن، بسم الله أتوضأ، بسم الله أدخل إلى المسجد، بسم الله آكل. نعم، تدل على التجدد والحدوث، بخلاف الجملة الإسمية. الجملة الإسمية تدل على الثبوت والاستقرار، الرحمن على عرش استوى، إثبات لله سبحانه وتعالى، استواء حقيقي لجلاله وعظمته. نعم، إذن قلنا الجار والمجرور متعلق بفعل محذوف حذفناه وجعلناه مناسبا، لم نجعل هذا الفعل المحذوف فعل واحد، لا مناسب حتى تستشعر. يعني لا يمكن أن تكون الجملة بسم الله أبدأ، هو ما يستشعر لا، لكن هنا أقول بسم الله أتوضأ، بسم الله أقرأ القرآن، بسم الله أدخل المسجد، بسم الله أدخل إلى دورة المياه مثلا، بسم الله أكل، بسم الله أشرب، يستشعر، جعلناه مناسب حتى يستشعر. جار مجرور متعلق بفعل محذوف متأخر. لماذا متأخر؟ لماذا لا نقدم الفعل؟ قلنا جلست في المسجد، لماذا ما نقدم الفعل؟ أخرنا الفعل وقدمنا بسم الله، بسم الله أتوضأ، حتى لا يتقدم على اسم الله شيء، تيمنا وتبركا بالبداء بسم الله. نعم. الثاني، إذا تقدم المعمول على العامل يدل على الحصر. يأتينا الآن في الفاتحة تقول إياك نعبد، قدمت المعمول على العامل، تقول ولله ما في السماوات وما في الأرض، أصل الكلام ما في السماوات وما في الأرض لله، لكن عندما قدمنا لله لا لغيره حصر. فعل جار ومجرور متعلق بفعل محذوف متأخر مناسب. تقول بسم الله، الله، الله هو المألوه أي المعبود، محبة وتعظيما، خوف ورجاء. أو أن اسم الله سبحانه وتعالى هذا لم يسمى بأحد، لم يسمى أحد بهذا الاسم إلا الله سبحانه وتعالى. قال بعض العلماء أن هذا الاسم هو اسم الله الأعظم الذي إذا دعى به أجاب. الله مرجع لكل الأسماء. تقول قال الله سبحانه وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، تعود على من؟ على الله سبحانه وتعالى. عند النداء
في الله لا تحذف الألف واللام أصلية. اسمع معي، تقول يا حي يا قيوم، صح؟ تحذف الألف واللام من الحي والقيوم. أما عندما تقول يا الله لا تحذف الألف واللام. إذن عندنا في لفظ الجلال الله أمور خمسة: هو المألوه المعبود محبة وتعظيم. قيل أن اسم الله الأعظم، لم يسمى أحد بهذا الاسم، مرجع لكل الأسماء إلا في النادر، الألف واللام لا تحذف عند النداء. بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة، الرحمن ذو الرحمة العامة بكل الخلق، والرحيم ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين. الرحمن صفته والرحيم فعله. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بعد هذا تقرأ هذه السورة، أي سورة الفاتحة، تسمى بأسماء، من أسمائها سورة الفاتحة. لماذا تسمى بهذا الاسم؟ سميت بالفاتحة لماذا؟ افتتح بها المصحف، يفتتح بها المصلي الصلاة، يفتتح بها الخطباء. الخطيب الآن عندما يصعد ويخطب يقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. نعم، كذلك إن الحمد لله قريب من سورة الفاتحة. وتسمى أم الكتاب، أم القرآن. ما معنى هذا؟ كل ما في القرآن موجود في هذه السورة: التوحيد، التحذير من الشرك، وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، والسير على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، الجنة، النار، الإسلام، الإيمان، الإحسان، التحذير من الضلال، التحذير من مشابهة المشركين، التحذير من الفرق الضالة، الاجتماع وعدم الفرقة على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عليهم، الجمع بين الشرع والقدر. كل ما في القرآن في هذه السورة، ولهذا تسمى أم القرآن، أم الكتاب. السبع المثاني، لأن من سبع آيات. والصحيح أن البسملة ليست من الفاتحة. الدليل أن الله سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم، لا، الحمد لله رب العالمين. وفي حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. نعم، تسمى أيضا بماذا؟ تسمى الرقية. قال: وما يدريك أنها رقية. وتسمى الصلاة كما ذكرنا: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. نعم، هذه السورة يذكر فيها العلماء رحمهم الله تعالى يعني أشياء كثيرة جدا. قد تقول يعني من أين تأتي هذه الأشياء ومن أين تأتي هذه الفرق؟ هذه بركة القرآن. يعني مثلا عندنا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، آية واحدة استنبط منها هذه الآية العلماء فوائد كثيرة. بل لا يوجد كتاب مؤلف في الأسماء والصفات إلا ولابد فيه هذه الآية. أي نعم. طيب، تقول الحمد، أي كل المحامد لله، للاستغراق، كل المحامد لله، أو جنس الحمد لله ليس كجنس الحمد لغير الله. لله اللام للاستحقاق والاختصاص، الحمد لله لا لغيره. وإذا قال العبد الحمد لله، قال الله سبحانه وتعالى: حمدني عبدي. والحمد هو ذكر المحمود بجميل الصفات على وجه المحبة والتعظيم، لا الثناء. لكن الحمد إذا تكرر أصبح ثناء. الحمد لله رب، الله هو الرب. وتربية الله سبحانه وتعالى لعباده تربية لما يقوم به البدن، وتربية لما يقوم به الروح، وهذا أعلى تربية.
تربية الله سبحانه وتعالى لأوليائه، أسأل الله يجعلني وإياكم منهم. تربية لما يقوم به البدن، ماذا؟ خلق الخلق ورزق الخلق، الخلق والرزق، هذا تربية. وتربية إنزال الكتب وإرسال الرسل، وهذه أعظم تربية. فالله سبحانه وتعالى هو الرب، إذا كان هو الرب لابد أن يعبد. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، لماذا؟ قال الذي خلقكم، إذا كان هو الخالق إذن هو الرب، وإذا كان هو الرب لابد أن يعبد. تقول الحمد لله، أنا أحمد الله، لماذا؟ لأنه هو الرب. كأنك تقول أنا أعبد الله سبحانه وتعالى لأنه هو الخالق، فالخالق هو المستحق للعبادة. توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. الحمد لله لماذا؟ لأنه هو رب العالمين. رب العالمين، ما سوى الله، كل ما سوى الله مخلوق، إذا ما يوجد خالق إلا خالق واحد سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين. فإذا قال العبد الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، قال الله سبحانه وتعالى حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، هذا فيه أن الحمد غير الثناء، لكن الحمد إذا تكرر أصبح ثناء. وذكرنا الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواسعة، ذو الرحمة العامة، ذو الرحمة الخاصة، صفته فعله الرحمن الرحيم. مالكي، وفي قراءة ملكي يوم الدين، ويصح أن يقرأ الإمام مر بهذا ومر بهذا كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى ملك ومالك، ملك ومالك. قد يكون عندنا ملك من ملوك الدنيا، لكن هذا الملك ناقص. قد يكون ملك ولا مال لديه، نعم صحيح، دولة فقيرة. وقد يكون له مال لكن ليس بملك. فالله سبحانه وتعالى ملك ومالك، لكن ليس كملوك الدنيا، ملك تام، نعم، ليس كمثله شيء، والسميع البصير. مالك يوم الدين، وملك يوم الدين، فالله ملك ومالك يوم الدين. الدين يطلق على الجزاء ويطلق على العمل، الدين يطلق على الجزاء ويطلق على العمل. على العمل إن الدين عند الله الإسلام. وملك يوم الدين على الجزاء، يوم الجزاء والحساب. طيب الله سبحانه وتعالى يملك يوم الدين وكل الأيام، صحيح؟ أي نعم، الأيام خمسة، الأيام خمسة إجمالا، يوم في العدم قبل أن تخلق، ويوم في الأجنة، ويوم في الدنيا، ويوم في القبر، واليوم الآخر. سمي اليوم الآخر بهذا الاعتبار على أنه آخر الأيام الخمسة، هذا اليوم يوم الدين. لماذا خص هذا اليوم بالذكر، اليوم الآخر، مالك يوم الدين، ملك يوم الدين؟ لأن هذا اليوم لمن الملك اليوم؟ فيه الجزاء والحساب. إذن هذا فيه التحذير من الجزاء والحساب، أن هناك جزاء وحساب، إذن لابد أن نعمل. إذن هذا معناه أن هذه الدنيا ليست دار عمل، لا، ليست دار جزاء، هي دار عمل. والآخرة ليست دار عمل، هي دار جزاء، بخلاف ما يظن بعض الناس، يريد الدنيا دار جزاء. يقرأ الفاتحة، نعم، إذن لابد يفهم أن هذه الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء، إذن لابد يستعد، يحتار. نعم، مالك يوم الدين، ملك يوم الدين، مجدني عبدي. نعم، هذا هو القسم الأول من السورة. نريد أن نقسم السورة على ثلاثة أقسام. نعم، في الحديث على قسمين، نرجع الحديث ولا نتعدى الحديث، لا إشكال، لكن نعتبر هذا قسم وهو التوحيد. نعم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين.